السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد كتواجدوا في مدينة قرميم. جينا باش نصوروا لكم الأسبوع الجمال 2024 خاص في مدينة قرميم. غادي نحاولوا نصوروا لكم الجمال وغادي نناقشوا لكم هذا المهرجان اللي رائع جدا في مدينة قرميم. كل سنة كتقدم هذا المهرجان في المستوى، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد التفاصيل على أسبوع الجمال في مدينة قرميم. هذه البلاصة كما كتشوفوها فيها طبوريضة، وعندنا هذه البلاصة هي فيها العودات ديال الطبوريضة، وعندنا الجمال خاص المشاركة خاص شنو نقول لكم. غادي نناقشوا لكم مزيد ان شاء الله بحول الله على الإبل، على الجمال خاص في مدينة قرميم والنواحي ديال مدينة قرميم، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد ديال المعلومات على أسبوع الجمال خاص في قرميم. اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ساعدونا باش نوصلوا القناة 400K. كما كتشوفوا معنا نبداو لكم على بركة الله. هذا هو الجمال خاص في أسبوع الجمال، اللهم بارك. كاينين المزيد ديال الجمال خاص في أسبوع الجمال. هذا أسبوع الجمال خاص في مدينة قرميم. إذا هادو الجمال كما كتشوفوهم، وهاد الجمال كلهم اللي كتشوفو معنا في الشاشة كلهم غادي يديروا المشاركة ديالهم اليوم لافتتاح ديال المهرجان أسبوع الجمال 2024. الإبل اللهم بارك. إذا عندكم الصحراء المغربية معروفة بالجمال ومعروفة بهذه التقاليد الرائعة جدا، وأسبوع الجمال هو أسبوع الجمال. شنو هي معنى مهرجان أسبوع الجمال؟ إذا الجمال، إذا هذا المهرجان معروف بالجمال. باش نكونوا واقعيين، الجمال خاص في المهرجان أسبوع الجمال. أسبوع الجمال إذا السيمانة ديال الجمال، السيمانة ديال المهرجان خاص الجمال. إذا أسبوع الجمال 2024 غادي يكون رائع جدا، وجينا باش نكتشفوا لكم أجواء خاص مع الإبل مع الجمال. اللهم بارك كما كتشوفوا، اللهم بارك الخير، تبارك الله. بزاف ديال الجمال اللي كتشوفوا المشاركة ديالهم كلها لافتتاح اليوم، وغيتشنوا المشاركة ديالهم ديال الجمال خاص في هذه المنطقة الرائعة جدا، باب الصحراء قرميم. مهرجان أسبوع الجمال 2024 اللهم بارك. إذا هذه النسخة غادي تكون رائعة جدا، غادي تشوفوا الإبل، وغادي تشوفوا التبوريضة ديال العودان، وغادي تشوفوا الأنواع ديال التقاليد، الخيمة، بزاف ديال الحوايج زوينين. كما كتشوفوا الإبل تبارك الله، اللهم بارك، شي حاجة ماضية، الله يسخر لهم والله يوفقهم. هذا الذكر كما كتشوفوا، وهذه المنطقة ديال مدينة قرميم معروفة بالجمال. أسبوع الجمال هو هذا اليوم، غادي تكون واحد الافتتاح رائع جدا خاص للجمال، ونتمنى إن شاء الله التوفيق إن شاء الله للجميع المشاركين ديال الجمال ديال أسبوع الجمال. كما قلنا كاينين بعض الصحراويين هما اللي كيديروا هذا الأسبوع الجمال، وفي نفس الوقت هذا الجمال اللي كتشوفوا كيديروا لهم البارتية ديالهم، ومن بعد كيديروا واحد السباق. كاين واحد السباق ديال الجمال، ديجا شفتوا واحد السباق خاص في موسم ديال طنطن 2024، كان واحد السباق رائع جدا ديال الجمال، وتا هنا غادي يكون واحد السباق ديال الجمال خاص في أسبوع الجمال. إذا المشاركة كما كتشوفوا، المشاركة ديال الجمال كلهم اللي كتشوفوا معنا غادي يشاركوا في أسبوع الجمال 2024، وفي نفس الوقت هذا المهرجان كيتسمى أسبوع الجمال. الناقة، الناقة كما كيقولوا، وفي نفس الوقت هذا المهرجان غادي يكون رائع جدا جدا هذه النسخة 2024. إذا أجواء خيالية، أجواء ممتعة، أجواء ارتفاع درجة الحرارة شوية، وفي نفس الوقت نتمنى إن شاء الله يكون خير، ونتمنى هذا المهرجان يكون في المستوى، يكون النسخة ديالو اللهم بارك. إذا حنا شاركنا معكم هذه المعلومة على الجمال، باقي الافتتاح غادي يبدا ربما مع هذيك الخمسة ولا مع الستة ديال مهرجان أسبوع الجمال. وفي نفس الوقت كاين الإبل هنا، وكاين الجمال، وكاين العودان كما كتشوفهم في هذيك التيشيرت. اللهم بارك، ونتمنى إن شاء الله
يكون خير. هادشي كنتمنى. وهاد البلاصه فاش غادي تكون التبريده هاد الاتجاه، فاش غادي تكون التبريده تما، وغادي نشوفوا الركوب الجمال، وغادي نشوفوا الركوب الحصان العود كما كيقولوا. والتبريده غادي تكون في المستوى خاص في هذا المهرجان اسبوع الجمال والجمال، اللهم بارك. وكنعتذر لكم على حسب التركيز ديالي، درجه الحراره مرتفعه، ما كنقدرش على درجه الحراره. ملي كتكون ارتفاع درجه الحراره على بزاف صافي ما كيقدرش يركز، بدا يحرباق في الهضره، كينسى كل شيء. اذا كنعتذر لكم على حسب درجه الحراره، صعبه جدا خاص في هذا المكان. ونتمنى ان شاء الله يكون خير كما كتشوفوا، اللهم بارك. هادو هما الجمال ديال اسبوع الجمال. وفي نفس الوقت هذا الاسبوع الجمال كما قلنا كيحطوا واحد احتفال، واحد الاحتفال رائع جدا جدا خاص في مدينه قلميم. كيبدا مده اسبوع سيمانه، كيبدا هذا الاسبوع الجمال سيمانه ديال الاحتفال، احتفال بالركوب الجمال، احتفال بالتبوريطه، احتفال بالتقاليد، احتفال بالمهرجان السهري. اذا واحد الاحتفال رائع جدا كيحطوا واحد السمعه خاص مدينة قلميم، واحد الاحتفال خاص الساكنة ديال مدينة قلميم. الساكنة ديال مدينة قلميم غادي يحتفلوا وينشطوا مدة أسبوع تقريبا على حسب. إوا سبحان الله، انظروا كيف خلقت الإبل، ياك هكا نتفهم من غلط. سبحان الله، الإبل الجمال خاص في هذا المكان. إذا هاد الجمال كتشوفهم في المهرجان ديال أسبوع الجمال خاص في قلميم، ولا الموسم ديال طنطان، ولا موسم ديال أساساك، هاد المناطق كيكون فيه الجمال. ربما يقدر غادي نشوفوا بعض المهرجانات خاص ربما في الشمال ولا سوس، ما كنلقاوش المشاركة ديال الجمال، قليلة جدا جدا. وهنا معروف بالجمال والمهرجان ديال أسبوع الجمال. إذا المهرجان أسبوع الجمال، إذا السيمانة ديال الإبل، السيمانة ديال الجمال هي هذه. إذا نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى المزيد النجاح خاص المشاركين خاص في هذا المهرجان الرائع جدا. ونتمنى أن نقدم لكم ما أفضل إن شاء الله بحول الله. كما قلنا اليوم الافتتاح، وفي نفس الوقت جينا في واحد الوقت مرتفع درجة الحرارة، وفي نفس الوقت المهرجان في مدينة تقول ما كيبداش حتى تقريبا 6 مع ديك 7 مع ديك 5 تقريبا. ما هو السبب؟ السبب كما قلنا ارتفاع درجة الحرارة، وفي نفس الوقت بعض الناس ما كيخرجوا من المنازل ديالهم، خاص ربما مع ديك العشية كما كنقولوا ورا العصر تقريبا مع 5 مع 6، حيث ارتفاع درجة الحرارة كتكون صعبة جدا على الساكنة ديال مدينة قلميم. إذا هذا هو الجمال، حاولنا شاركنا معكم كل شيء، ونتمنى الإعجاب ديالكم، ونتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا هذا المهرجان ديال أسبوع الجمال غادي يكون رائع جدا 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 في 2024، ونتمنى إن شاء الله يكون خير. كما قلنا المنصة في هذيك الاتجاه فاش كاينة، والجمال كيمشيو مع هذيك البلاصة، بداو كيجريو في هذيك البلاصة، وفي نفس الوقت كتكون واحد الاحتفال كيشاركوا بالطريقة ديالهم، وغادي يعجبكم الجمال بالنسبة للشخص اللي كيركب فوق الجمال، والطريقة ديالهم غادي تكون رائعة جدا، واحد التقاليد وواحد التاريخ منذ زمان، احتفال بهذا أسبوع الجمال، وفي نفس الوقت كيتكون واحد الاحتفال في المستوى. إذا كما كتشوفوا العودان ها هما، والجمال ها هما من هنا. ونتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي كنتمناو، وانتظروا المزيد ديال الفيديوهات خاص في اسبوع الجمال 2024.